الله يا حبايبي يا حلوين، يلا انت يا صغير طلعت برا، يلا مش قادره اتنفس يا هاني، ما توقف الكراسي دي حرام عليك، انا مش قادره اتنفس. يلا يلا حبايبي. انت ليلتك سودة وحيات عمري ما انا سايباك، انت جلدتي ولا ايه؟ الله انت بتضربني؟ حرام عليك اللي انت مستحمله من بتاع الزفت ده. ايه ده؟ انت بتضربني انت بتضربني بالكرسي؟ انت كمان غبي يا هاني، انت ليله اهلك سودة النهارده. بيتك غبي يا جنينه اطلع. لا ما حدش يقدر يقول لك انت غريب المجانين، اطلع بره اطلع بره اطلع بره. اثبت يا شوش اثبت. يا ده انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت ايه اتجننتي؟ بتضربيني بالكرسي؟ مفكره نفسك بتتخانقي في خماره ولا انت امير قراره ولا ايه؟ ايه ده؟ هو انت اللي كنت جوه الدبدوب؟ ما خدتش بالي. وحياه خالتك؟ ايه؟ بنت انت بنت؟ إيه؟ واحنا كل ما هنقفش على بعض ولا هنشد مع بعض هتمد ايدك عليا؟ راعي يا ماما ان انا عيل غبي، يعني ممكن في مره اديكي ضربه موتك. نعم يا اخويا، هو انت عايز تمد ايدك عليا واقف ارقص لك؟ هتمد ايدك همد ايدي. والنبي. اه. طب تعالي بقى، تعالي اوريكي مد الايد، تعالي. اطلعي بره يا جبانة. اطلعي يا جبانة. انت برتقاله ولا سحلفه ولا ايه؟ ما تطلعي. مش طالع. ماشي ماشي يا شوش، انا مش همد ايدي تاني يا شوش، تمام؟ انا همد رجلي بعد كده، همد رجلي. انت بتضرب، انت بتضرب يلا عشان ايش؟ طب وحياه امي. طب اصبر. هتعمل ايه؟ اصبر عليا. اه بس بس خلاص 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 كفايه، هتقلب بجد على فكره. بس يلا اتنقل لي ركاب عشان اوصلك. اسف، لازم تعتذرلي الاول. يا جبانه ده انت اللي ضرباني ومهزاني قدام الناس، اعتذرلك ازاي؟ انت برضك اهنتني قدام الناس، تعتذرلي الاول. طب اتمسي يا شوشو احسن لك. متاسفه، كرامتي فوق كل شيء، لازم تعتذرلي الاول لانك اهنتني وبهدلتني قدام الناس، وانا مش هسامحك. ودلوقتي كمان بتضربني في بطني. ليه بتضربني في بطني؟ مش هسامحك يا هاني. هاني 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 تعالى، ما حصلش حاجه. هاني تعالى هاني. هو جه ابن الله، ابن الغالية حبيبتي. قولي له مش موجودة يا خالتي. لا يا بنت ازاي، عايزاني اكذب؟ يا نوشة يا حبيبي انا جاية افتح لك اهو، عايزاني اكذب يا شريهان؟ اخس عليك. حاضر يا حبيبي جيان، اهلا وسهلا. ايه النور ده كله؟ ازيك يا نوشة، وحشتني يا حبيبي. يا اختي ايه الجمال اللي انت فيه ده النهارده؟ منور يا حبيبي. خير يا خالتي، مالك؟ مفيش يا حبيبي، بطمن عليك. هو انت مش زي اخويا الصغنن؟ وبعدين ايه الترينج الحلو ده؟ انت مش حران؟ هو في ايه يا خالتي؟ في رز بلبن يا حبيبي، تحب اجيب لك يطري على قلبك؟ لا بقول لكم ايه، الكلام ده ما يمشيش معايا، مش هاني الدبدوب اللي تكلموه بالطريقه دي. عايزين تفضوها سيره، ادوني يا حبيبتي شبكتي والاقساط بتاعت الجمعيه، 7 شهور على دار المليم. اقساط جمعيه يا معفن؟ هو احنا من يوم ما شفنا خلقتك شفنا منك لا ابيض ولا اسود، جاتك 60 نيله. ايوه كده اظبطي، انا ابتديت اقلق. خلاص يا خالتي، عايز ايه يا هاني؟ طيب اسيبكوا براحتكوا بقى. ها وانتي يا حبيبه خالتك افردي وشك شويه، ادي الواد شويه حنيه. وانت يا نوشه ما تنساش بقى تسلم لي على امك، اصلها وحشاني يا معسله قوي يا بتاتا. هي خالتك رافعه حاجه ولا ايه؟ ايه يا غزال؟ مالك حرنان علينا ليه كده؟ انا اصلا مش موجوده يا هاني، انا في مشوار. طب ما تتاخريش بقى عشان انا قاعد مستنيك. ايه في يا بت؟ بقالي اسبوع بكلمك في التليفون ما بترديش ليه؟ انت ازاي يا هاني يا معفن تسيبني واقفه في الشارع وكمان وانا لابسه البرتقانه؟ ايه ده، هو انت ما كنتش راكبه جنبي في الموتوسيكل؟ لا والله ما خدتش بالي خالص. طب والبوكس اللي اديتهولي في بطني؟ البوكس ده محبه وغلاوه. دي غباوه. شوشو انا جاي عشان اصالحك وافسحك واخرجك من المود اللي انت فيه ده. ومين قالك اصلا ان انا هنزل معاك؟ ليه؟ ما عنديش كرامه؟
ماشي يا شوشو براحتك، الغي بقى مع الواد اللي كان هيودينا الدريم بارك ده. وحياة امك يعني انت كنت هتوديني الدريم بارك؟ اه. وتركبني الدوده والمنخل؟ دوده ايه وانا موديك جنينه الفسطاط؟ بقول لك الدريم بارك. اوعى يا دي هاني يكون قصدك الملاهي الكبيره دي اللي بنشوفها من على الدائري. ايوه هي دي اللي فيها الراجل المدور ابو نضاره ده بيقول دوبي تعالوا بينا يلا احنا وش الله. اه بس مفيش شله، هنروح انا وانت بس. ماشي. هتيجي ولا لسه كرامتك ناقحه عليكي؟ مين قال لك اصلا ان انا عندي كرامه؟ مفيش كرامه في الملاهي يا هاني. هاني خمس دقائق بالظبط هكون موجود. اه بس وحياه ابوك خد البلوزه دي دوس لي عليها شويه. من عينيا. دوبي تعالوا بينا يلا احنا وش الله نقعد نتسلى. شوشو. ها يا البلوزه دي مكمكمه ليه كده؟ انت كنت نشرها في الحمام؟ انا ما غسلتهاش اصلا يا هاني. وبعدين مالك فاضلها لبستين وبعد كده اغسلها. دوس انت بس عليها كويس. دوس لبستين وبتكويها ليه اصلا؟ يا باشا والله انا واقف بقالي ساعة اهوت مستنيك عند البوابة مستنيك. ماشي مع السلامة. هو انت بتكلم مين؟ لا ما تاخديش في بالك. المهم ايه حكاية عمك بقى اللي طلع لكم ده وغني قوي وعنده شركات واطيان؟ ايوه ده طلع جامد قوي. ده قال لي انه هيشغلني عنده في الشركة ب 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ ايوه. هو في حد اصلا بياخد 5000 جنيه؟ انا هيديني 5000 جنيه. ليه يديكي 5000 جنيه وانت من بيت اهله؟ ايه الغباء ده؟ بقول لك عمي عمي. ايوه صح. لا عمك يديكي صح 5000 جنيه صح. المهم ايه رايك في الدريم بارك؟ تحفه تحفه تحفه. انا حاسه ان هيجرالي حاجه من الانبساط. ممكن ندخل بقى؟ يلا ندخل. ندخل حالا اصلا يا ماما لسه لما الو وكتاب اللي انا واقف عند البوابه يا باشا. ماشي اطلع هتلاقيني على طول. لابس لون ايه؟ لابس لون الدريم بارك. ايوه اطلع بس هتلاقيني والله. مع السلامه. مع السلامه. هو انت بتكلم مين كل شويه؟ هو في حد جاي لنا؟ حد مين؟ لا طبعا مفيش حد. بصي هو في مصلحه زي اللوز يعني ساعه زمن وهنخلصها. هو انت جايبني تفسحني ولا تشغلني؟ استني بس قبل ما تكشميلي وتحرفي في وشي كده. اهدي اهدي. في المقام الاول جاي افسحك، بس هي فسحه وشغل في نفس الوقت. يعني هم جماعه عايزين يصوروا اعلان وعايزين العيال المودرن دول يجوا يلعبوا ويتبسطوا كده قدامهم ويصوروه. يعني لعب وشغل. بس ده ما كانش اتفقنا يا هاني. ما تبقيش غبيه يا بنت، هيطلع لك قرشين حلوين تجيبي لك بنطق مكاسات مقابض اي حاجه. ولا انت يعني خلاص عشان هتقبضي 5000 جنيه في الشهر هتتنططي على اللي جابه اهلي؟ بصي يا بنت الناس انا بفسحك على قد ما قدرتي، بس اللي اضمنه لك ان انا راجل شريف وفلوسي دي فلوس حلال. خلاص خلاص يعني انت هتشحت. طب طب امان عليك يا هاني تقول لهم ان انا مش هينفع اركب الحاجات الصعبه، يعني اركب الحاجات الهبله زي الفنجان اللي بيعمل كده ده، الحصان اللي بيعمل كده، يعني اخطر حاجه هركبها السيارات المتصادمه. لا 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 ولا هنوصل للمرحله الخطره دي اصلا. يا بنتي انا مفهمهم على كل حاجه، قلت لهم يا جماعه لو سمحت عايز حاجات خفيفه، دي خطيبتي حبيبتي، يعني مش جايبها بهدلها، انا جايبها ادلعها. ابو سيدك بعد اذنك نزلني عشان خاطر ارجوك، اصل انا عندي فوبيا من الحاجات دي. كات. ليه يا هاني؟ احسن يا وحش. جدع يا بنت شوشو جدع، شكلك حلو جدا في الكاميرا وبعدين عماله تمثلي حلو وعامله مرعوبه وخايفه. برافو عليك هاني. ابوس ايدك خليهم ينزلوني عشان خاطر خد كل الفلوس اللي معايا وخليهم ينزلوني. دي صعبه قوي صعبه قوي. بس ممتعه. لا 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 مش ممتعه. ورحمه امي هطرش يا هاني هطرش يا هاني. التلت السريع مع الصاروخ وهو طالع. ها عصام اخر مره هنظبط التلت مع الصاروخ. اكشن يا هاني. قول لهم عصام الحمام مش قادر. يا رب تموت يا عيني. وحش وحش وحش. هنعيد تاني يا بيه. اظبط التلت يا عصام. وتظبط التلت يا عصام. وتظبط التلت يا عصام. والله خيب بيت اهلك. انت ايه يا اخي؟ مفيش غيرك. Thank you.
شوشو شوشو هو ده هايل يا عصام، ما كمل اول يا اخي. منك لله منك لله، البت ماتت يا حمصاني. اتاكدوا لو البت ماتت غيروها وهاتوا واحده تانية. ها مش فاضيين، عايزين نصور. اتفضل. طب بس اليوم محسوب على فكره.